السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي متابعين السباكة. إن شاء الله النهاردة هنكلمكم على أسباب ضعف مياه الخزان. ده إن شاء الله جلب معانا 3/4 بسن خارجي. إن شاء الله هنلحمها على خزان 1 متر 1000 لتر مياه. يعني هو مش هيشتغل على مواسير. صاحب الخزان ده هو هيركب عليه خرطوم بوصه وينزله، يعني يستخدمه في رش كده، يعني ايه يستخدم منه الميه. فهيركب عليه خرطوم بوصه، وهيركب في نهايه الخرطوم حنفيه برضو او محبس للتحكم في الميه. فهو مش هيتوصل يعني ايه في حاجه. بنخرمه عادي، بنعمل الفتحه فيه بالشكل ده. طبعا انا ركبت كذا مره الخزان بدخول ميه من فوق بس، تبقى الماسوره هي اللي بتنزل وهي اللي بتطلع. بنخرم له في الجزء اللي هو عدل جنب الغطا فوق، وبتنزل الماسوره لاسفل الخزان. بنسيب حوالي 5 سنتي بينها وبين ارضيه الخزان، وفي الحاله دي بتبقى ضغطها شديد جدا على فكره، ومش مكلفه يعني ما تاخدش كلفه. زي ما بعمل فتحتين، فتحه للنزول في اسفل الخزان زي كده، وفتحه فوق. بتضطر ان انت بتحتاج تهويه، وبتحتاج شيك بلف عشان يملى معانا من فوق، سواء هنعمل له فايزه او هنركب له عوامه. الحاجه التانيه يعني بيحتاج بضاعه كتير بمعنى صح. فاحنا نحاول لو احنا عندنا الخزان فوق السطح على طول ان احنا نخلي الدخول بتاع الخزان من فوق. في الحاله دي اكننا احنا رافعينه قيمه الخزان على حسب ارتفاعه بقى متر اكتر، اكننا رافعينه على تندة او على حاجه اللي هي القيمه دي، فهيدي ضغط جامد معانا. الحاجه التانيه ان شاء الله مش هيحصل في حكايه الهواء، لان دايما بيكون في فتحتين وفي تهويه. بيحصل ان الميه بتنزل الحمام بنلاقيها بتقطع، او بتنزل مش قويه معانا، بتنزل ضعيفه. وفي الحاله التانيه بيبقى موجود معاها هواء، فده اللي بيخلي الميه تزيد وتقل، وناس كتير بتعاني من الحكايه دي برضه. هنربط عليها ان شاء الله. احنا كده فتحت باللقمه بتاعه المكوى 3/4، وبنلف حوالين السن دون جزء من الشعر او من التفلون على حسب الموجود. يعني يا ريت يكون كتان افضل، وما نحاولش نخليه فوق بعضه زي كأننا بنعمل جوان، بس ده افضل من الجوان، لان الجوان مع الربط ممكن يفتح معانا ويسبب تسريب بعد كده، وما بيديش عزم جامد في الرباط. لكن حته شعر زي كده ما بنجيش بقى ايه، بنلف على السن بس، بنخليها على جسم الخزان لفه فوق لفه على جسم الخزان على طول، ونسيب السن فاضي، لان السن النحاس ده بيبقى ناعم. لو جينا نربط الصاموله، لو احنا لفينا على السن كله، الصاموله مش هتربط معانا، وفي الحاله دي هيحصل فيه تسريب ميه. فان شاء الله يا جماعه انتوا حاولوا بس ايه ان احنا زي ما انا بتكلم نخلي دخول الميه، تبقى الماسوره طالعه مفيش اي مشكله خالص. يعني كل اللي انا محتاجه لاكور بس. في الحاله دي مش عايز الخط اللي طالع ده يكون فيه مثلا حنفيه على السطح او فوق مثلا قبل دخله الحمام، يكون فيه حنفيه في الحاله دي عشان خاطر ما ياخدش معانا هواء. بنجمع على الصاموله عادي كده زي ما احنا شايفين، او اي حد ممكن يمسك من بره نجيبه الخزان دلوقتي. ويا ريت يكون محطوط على ارض متساويه، ما نحاولش ان احنا نحط حاجه تحت منه، بحيث الخزان بياخد كميه ميه كتير، يعني يعتبر وزنه طن، فلازم يكون اتحط على ارض متساويه. حتى لو هعمل له تنده خشب او حديد، تكون كلها عدله، ما يكونش فيها فواصل او اماكن فاضيه. وان شاء الله انتظرونا في الفيديوهات القادمه، ورب يكون قدمنا لكم حاجه مفيده. وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناه. عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.